سي بن حربيط، اليوم الاداره ديال الامن الوطني سيخلي ذكرى 60، شنو ممكن تقول لنا بهذه المناسبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عباس بن حربيط، عضو فيدرالية الجمعية الوداديه جهه فاس، نيابه وبتفويض من السيد الرئيس احمد النميطة، رئيس فيدرالية الجمعية الوداديه جهه فاس. انوب عن جميع الاخوان في المكتب المسير للفيدراليه لتهنئه الجهاز الامني ولايه امن فاس مديري العام للامن الوطني بالذكرى 60 لتاسيسها، وبذلك ننوه بالاستراتيجيه الجديده التي تنهجها ولايه جهاز فاس والمديريه العامه للامن الوطني لمحاربه الاجرام وتامين سلامه المواطن. وكان لنا الشرف اننا التقينا واحد الوجوه قديمه وجديده وعلى راسها السيد كمال المدرب وتوشيحه بدرجه عميد، وشكرا.